هلا مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال، تتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والأنشطة المتصلة به. وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ والمرافق الغنية إسحاق أسي، أكد جمال الدين أن التعاون مع غانا يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الأفريقية، خاصة لما تلعبه موانئ غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب أفريقيا. من جانبه أعرب إسحاق أسي والوفد الغاني المرافق له عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانيها، مؤكدا على وجود فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع الموانئ. ارتفعت صادرات مصر خلال عام 2022 بنسبة تقدر ب 19.4% لتصل إلى مستوى 52 مليارا و100 مليون دولار مقابل 43 مليارا و600 مليون دولار خلال عام 2021. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت نحو 35 مليارا و500 مليون دولار عام 2022 مقابل 32 مليارا و600 مليون دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 9%. هذا وبلغت قيمة الصادرات البترولية نحو 16 مليارا و600 مليون دولار عام 2022 مقابل 11 مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 50.1%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات. سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 75 دولار و84 سنت للبرميل بارتفاع نسبته 2.4%، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71 دولار و23 سنت بارتفاع نسبته 2.7%. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.4% لتصل إلى دولارين و58 سنت للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.15% لتسجل نحو دولارين و58 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبيارا بموقف منظمة أوبك بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل استباقي أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر كوب 28 في دبي. أشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى ستعمل على ضمان التوصل إلى نتيجة مثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة مع ضمان حصول الجميع على الطاقة. أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر كوب 28 سلطان الجابر ضرورة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المنتظرة. وعقب اختتام رئاسة كوب 28 ووكالة الطاقة الدولية جلستهما الحوارية رفيعة المستوى، أشار الجابر إلى أهمية دعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرال بتكلف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو الوكالة للتوافق عليها في مؤتمر المناخ والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. Of ministerial pairs that will help us get to the goal line. And I'm here.
قال نائب مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي فابيو ناتالوسي إن الدول الناشئة تحتاج إلى تمويلات بقيمة تريليوني دولار سنويا حتى عام 2030، بما يعني الحاجة إلى 14 تريليون دولار في 7 سنوات لتمكينها من مواجهة تداعيات تغير المناخ. هذا وأضاف المسؤول أن ذلك يعني الانتقال من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12%، أي مضاعفته 4 مرات. وشدد على أن القطاع العام لا يمكنه القيام بذلك بمفرده، فهناك مستويات عالية جدا من الدين بعد فيروس كورونا، والمخرجات المالية ومستويات الفائدة أيضا أعلى بكثير، لذلك هناك حاجة لجلب القطاع الخاص، حيث تشير التقديرات إلى ضرورة ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من نحو 40% اليوم إلى ما بين 90 و80%. ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهند تسعى لجعل مركز جافت سيتي المالي غرب البلاد مركزا للتمويل العالمي المستدام. وقال مودي أن الهند تسعى لتوسيع دور جافت سيتي لجعلها مركزا للخدمات المالية والتقنية ينتمي إلى عصر جديد. وجافت للخدمات المالية العالمية هو مركز مالي بيهدف إلى التنافس مع مراكز مثل سنغافورة، لأنه يوفر حوافز مالية وبيئية تنظيمية أكثر تيسيرا. On last mile delivery, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة سيفتتح عام 2028 بين لاس فيغاس ولوس أنجلس، وذلك قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية. ويقلص هذا القطار الفائق السرعة وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا عن الساعتين، فيما تستغرق الرحلة بالسيارة ضعف هذا الوقت. It's not going to be any more. We're investing $3 billion on this rail line so folks can make that trip in over. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وريهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة.